السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شارك. في هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في ما يجري الآن من جدل ولغط وأيضا من مطالب بإزاحة التيار المدخلي من رئاسة هيئة الأوقاف وإبعادهم عنها، وتكليف شخصية معتدلة برئاسة هذه الهيئة وتحظى بقبول الجميع وتبتعد وتنأى بهذه الهيئة عن الأجندة الخارجية كما يصفها خصومها. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نطرح عليكم سؤال الحلقة، وهو كما يظهر أسفل الشاشة: تزكيات المداخلة هل ترقى لمستوى شهادات علماء ليبيا ومؤلفاتهم؟ سيكون ضيفنا في هذه الحلقة من استديوهاتنا في العاصمة طرابلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن قدوع، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. يمكنكم المشاركة حول موضوع الحلقة عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا أسفل الشاشة، وهي 021-36-0101، 021-36-0102، 021-36-0103. كما يمكنكم المشاركة عبر الفايبر على الرقمين 094-466-56-80، 094-466-56-81. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كنا قبل أن نبدأ هذه الحلقة قد طرحنا سؤالا عليكم على فيسبوك، في صفحتي على فيسبوك، حول موضوع الحلقة. السؤال كان: التزكيات التي نشرها المداخل في ليبيا مؤخرا هل تكفي لاعتبارهم من أهل العلم أم لا؟ ونعرض عليكم الإجابات حتى الآن. حتى الآن شارك في التصويت على هذا الاستطلاع أكثر من 300 شخص، هناك أكثر من 300 صوت شاركوا في هذا الاستطلاع. الاستطلاع الذي تشاهدونه الآن على الشاشة هو استطلاع الحلقة الماضية، والذي كنا استعرضنا معكم النتائج فيه أولا بأول. أذكر أننا اختتمنا الحلقة وكان تقريبا هناك 800 صوت في الاستطلاع. انتهى الاستطلاع بمشاركة أكثر من 1500 صوت. سؤالنا في هذه الحلقة كان: هل تدعم إسقاط محمد العباني ومحاسبته أم لا؟ وجاءت النتيجة كالتالي: أكثر من 1500 صوت، 88% من هذه الأصوات مع إسقاط محمد العباني ومحاسبته، و 12% من هذه الأصوات ضد محاسبة العباني. الاستطلاع لهذه الليلة أو في هذه الحلقة، حلقة اليوم، كما قلنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، سيبقى هذا الاستطلاع متاحا للمشاركة فيه حتى بعد نهاية هذه الحلقة. بشكل بمرارا سنعرض النتيجة وتطور هذه النتيجة خلال هذه الحلقة. مرة أخرى أذكركم بالسؤال: التزكيات التي نشرها المداخل في ليبيا مؤخرا هل تكفي لاعتبارهم من أهل العلم أم لا؟ حتى الآن هناك أكثر من 300 صوت، بالضبط 335 صوت، 97% من هذه الأصوات تقول بأن هذه التزكيات التي نشرها المداخل لا تكفي ليكونوا من العلماء، وهناك 3% من هذه الأصوات تقول نعم تجعلهم من أهل العلم. أرحب بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا، وأرحب بضيفي مرة أخرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن قدوع. شيخنا مرحبا بك وأهلا بك ضيفا للمرة الأولى في برنامج شارك، وأنت تتابع هذا الجدل وهذا الحديث اللي صاير الآن حول هذا الموضوع. أسألك بداية: بماذا يعتبر العالم عالما وكيف يحكم له بهذه الصفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد وحيا الإخوة المشاهدين والمستمعين. حياكم الله. الحقيقة الموضوع يحتاج إلى حلقات، وكل من يعرف سبيل أهل العلم يعرف أن سبيل نيل العلم هو التدرج بصغرى مسائل العلم حتى الانتهاء بكبارها، كبار المسائل. لكن الذي يحصل الآن أن بعض
من ينتسب إلى العلم يبدأ بكبار المسائل وهو يجهل صغارها. العالم لا يعد عالما حتى يشهد له أهل العلم الموثوقون الذين لهم مكانة في الأمة ولهم قدم صدق وثبات وجهاد وعلم ونفع للأمة، إذا شهدوا له بأنه أهل لأن يدرس أو شهدوا بأنه أهل لأن يفتي فهو أهل لذلك. وقد يتعذر هذا الأمر فينظر إلى نتاج الشخص، إذا كان صاحب مؤلفات وتحقيقات وفتاوى وإجابات مدققة مؤصلة مبنية على الاستدلال الصحيح والعلم الصحيح، كذلك يحكم له بأنه من أهل العلم وبأنه يستطيع أن يجلس للإفتاء وللتدريس. كذلك إذا كان الشخص ليس له مؤلفات لكن له طلبة نجباء يفتون الناس ويعلمونهم الخير ورؤية في نتاج طلابه العلم المحقق والمؤصل، كذلك يحكم عليه بأنه من أهل العلم. لكن من حصل على شهادة علمية فقط فيعني هذا لا يعد، ولو كان حصل على أعلى الشهادات في تخصص الدراسات الإسلامية مثلا لا يعد هذا دليلا على أنه من أهل العلم، إلا إذا صاحب نيل هذه الشهادة العلم والنتاج العلمي. لكن سمعت من بعض شيوخنا في فترة الدراسة في الماجستير يقول هناك من يحمل الشهادة وهناك من تحمله الشهادة، يعني هناك من يستحق أن يحمل هذه الشهادة لأن له من العلم والتأصيل ما يستطيع أن يخوض به غمار التدريس والإفتاء، وهناك من لم يؤصل نفسه وليس له من العلم والتحصيل ما يؤهله للتدريس والإفتاء، لكنه يحصل على هذه الورقة والشهادة، وبالتالي الشهادة هي من تحمله. أما التزكيات فهذا ينظر إلى فحوى التزكية أولا، قد يكون فحوى التزكية يفيد بأن فلانا يصلح للتدريس والإفتاء وأنه من أهل العلم وكذا، فهذه إجازة يعتمد عليها وتدل على أن هذا الشخص من أهل العلم إذا صدرت ممن هو أهل لذلك، إذا صدرت من شخص أجاز شخصا وكان الشخص المجيز أهلا للثقة والعلم والديانة والإفتاء والتدريس، وقد نص صراحة على أن فلانا يصلح للتدريس والإفتاء، فهذا يدل على تزكيته وصلاحيته لذلك، لأن الإمام مالكا رحمه الله شهد له 70 رجلا من علماء المدينة فجلس للإفتاء والتدريس. لكن إذا كانت فحوى هذه الشهادات لا تعدو أن تكون شهادة حسن سيرة وسلوك مثلا، أو بعض الشهادات التي نعرف أن من شأن أهل العلم أن يبذلوها لكل من يأتي طالبا لهذه التزكيات، فكانت بعض الجامعات مثلا أو بعض الأمكنة التي يدرس فيها طلبة العلم كان المسؤولون يشترطون فيها أن يحضر الشخص تزكية من شخص معروف، فبعض العلماء لا يريد أن يمنع الخير عن الناس، فكلما أتاه شخص لا يعلم عنه شيئا لكن أحس منه صدق الرغبة كتب له بأن فلانا له رغبة في العلم وهو يتمتع بسيرة حسنة وسلوك جيد، فهذه يعني لا تعد أن تكون شهادة حسن سيرة وسلوك فقط. ثم لو أعطي شخص تزكية من عالم معتبر ثم رأينا أن هذا الشخص لا يتقن مبادئ العلوم التي يعني يحتاجها المفتي ويحتاجها المدرس التي هي تعد أساسات للإفتاء وللتدريس، فهذا لا تزيده التزكية شيئا حتى ولو حصلت. واضح شيخنا، إذن يعني الإجابة تقول بأن لا الشهادات الأكاديمية ولا التزكيات تصلح وحدها لتكون معيارا لمعرفة هذا الشخص إذا كان عالما أو تعريفه بأنه عالم أو من أهل العلم أم لا. سأعود إليك شيخنا لنسألك أكثر حول هذا الموضوع، وأيضا نسأل عن ما تم نشره في الفترة والآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من تزكيات وغيرها
وفحوى هذه التزكيات. معي مجموعة من الاتصالات. معي عبد الله من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل. نحب نحييك ونحيي شيخك والشيخ هذا، بارك الله فيه. بارك الله فيك. الإفتاء على رسم قضية الشيخ صادق الغرياني والله. حياكم الله، أهلا وسهلا. والله يا أخوي محمد، هذا مايا بالنسبة للفريق المدخلي، هذا فريق استخبارات. أول حاجة، هذا تشويش على العلماء بتاع ليبيا. لأن هم ما يقدرش يخشوا في مرادارات يا أخوي محمد. فهمت كيف ولا؟ نعم. نبي سؤال لعامة الناس، أنت تمرض أنت، مش تمشي تحسن دكتور متخصص في البطانية في الأسنان في أي حاجة، تمشي زي دكتور أنت. لو أنت يا أخي الشاب ولا يا أختي الثانية، أنت تكلم مع العلماء. راجل 70 سنة هو متكرس بالعلماء وشاهد له علمه. فهمت كيف ولا؟ وشاهدين الناس، شاهدين علماء مقرر، شاهدين علمه. فهمت كيف ولا؟ في عمر 80 سنة ومتعلم راسه وقتي وعلماء في الله في اللغه العربيه، يجيك واحد امس كان مش عارف ايش كان يدير واليوم يقعد يفتي لك انت. وبعدين تبي تفتي تدير مناظره، شغل عقلك يا اخي، انت عندك عقل فكر به، ميز بين الحق والباطل. تكفروني بعد بتقولوا بعد الكتاب يا راجل، انت يا شغل عقلك، انت تؤمن بعد الكتاب تكفر بعد الكتاب؟ والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، اذا اخترت فشيء فردوه لله والرسول، مش ردوه لحفتر ولا القطافي ولا الفلان ولا العلمان ولا المدخل ولا المتعصب. نعم. احنا بيننا وبين كتاب الله والناس العلماء. واضح يا عبد الله. متعلم ان انت مين شايف؟ علاش انت صار مميز في مجال الثلاث اشهر فيها؟ شكرا شكرا عبد الله من طرابلس. صراخ وكيش في مجال الثلاث اشهر فيها. شكرا عبد الله، شكرا معذرة عن المقاطعة. عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا عبد الحكيم، حياكم الله. ونحيي الدكتور عبد الرحمن، بارك الله فيه وجزاه الله كل خير، ودار الأفتاء ومشايخ ليبيا الأحرار، حياكم الله. ويا أخي محمد، بسيطة جدا جدا، هذه في 92 اللي هو الشيخ رحمه الله الدكتور الفاضل، حتى هو سبحان الله محمود صبحي، هذا مفتي يعتبر، جو يسألوا فيه شباب وعلى اساس على فتوى ايامات القدافي هذه في 93 92. قال لهم اذا كانت تباها شافيه وصحيحه 100% ضروري للشيخ الصادق، اذا كان عندكم شخص ان به علاقه يمشي معناها الفتوى الشافيه. نعم. شوفها في 92 ولا 93، هذا عالم اللي هو محمود صبحي رحمه الله، دكتور وخريج الازهر ومعروف حتى هو، قال لهم ضروري للشيخ الصادق الغرياني، هذه في 92 93، قصدي من زايد لحد. وفي نفس الوقت سبحان الله يا اخوي محمد، اي علماء يقتلوا فيهم في الفجر، هي نبي الملاحظه يرد يقول لنا عليها فضيله الدكتور عبد الرحمن، اي علماء اخ العالم اللي هو الدكتور نادر رحمه الله، فبارك الله فيكم. شكرا. وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا عبد الحكيم. ونفرجها عليه فلسطين لاخوتنا غادي ان شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. اسامه من طرابلس، السلام عليكم. أسامة. يونس من مصراتة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد، وتحية كبيرة خيارنا علمانا، وبارك الله في الشيخ عبد الرحمن، يعني هو يعني أسهاب ورائع جدا ومقدمة رائعة، وهذا يدل على إن شاء الله بإذن الله تمكن علمه، وقال كلام يخش القلب، يعني يقول أبو الدرداء رضي الله عنه رحمة الله عليه، ليس الذي يقول الحق ويفعله بيفضل من الذي يسمعه فيقبله، هذا ما للاسف يعني ما نش يعني شو بنقوله؟ بنقول الله يهديهم، الله يا واضح الامر جري، تحول دوله معروفه من 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 الاحداث الجليله من الخليج وغيره وهذا، وبعدين الاحداث الاخيره واضحه كل الامور، وهذا ما يتحطب المريح عندهم دور اخضر ما في شك، ولكن احنا واجبنا الدفاع على حدوه الاسلام وعلى علمائنا، وما يحدث في فلسطين يكفي يعني الحقيقه، فنسال الله ان يهدينا ويهديهم، وما شيء بنقول على عوراتهم هم ما لا تحصل تعد، وحتى يسالوا اهل العلم من كان ماسك من ماسك المهام الدينيه في مكه والمدينه قبل الخمسينات، ما كانوا معروفين منين هم، فنسال الله ان يصلح حالنا وحالهم، يصلح يثبت علمائنا على الحق باذن الله. شكرا يونس، بارك الله فيك. عبد الحق، شكرا لك. عبد الحق، السلام عليكم. السلام، كيف الحال سيد محمد؟ اهلا وسهلا بك، الحمد لله، يا مرحبا، تفضل. كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ هو يستمع اليك الشيخ عبد الرحمن، تفضل يا اخ عبد الحق. قلت لك انا اعطيني
اعطيني ادب، اعطيني ادب، اعطيني ادب قبل حتى العلم، فاهمين؟ انا ما فهمتكش علشان تتكلم يا عبد الحق. سؤالنا تزكيات المداخل هل ترقى لمستوى شهادات علماء ليبيا؟ هل تصلح ان تكون معيار بانهم يكونوا علماء ام لا؟ لا لا مش معيار، معيار يثني ركاب ويقرا دراسه اكاديميه زي الشيخ عبد الرحمن، زي شيخ دار الافتاء الدعاء، نعم، جامعه، معهد، جامعه، ماجستير، دكتوره، هذا هو. بعدين يعطيني اخلاق قبل، اسمعني، ادب واخلاق قبل حتى علم. انا في لان هم ما عندهمش اخلاق ولا عندهم ادب يا عبد الرحمن. نعم واضح، واضح يا عبد الرحمن. يعني نعم. يا استاذ محمد، شيخ عبد الرحمن سامحني، اعطيني ادب واخلاق قبل حتى العلم. واضح، شكرا لك يا عبد الرحمن. نخشون في مساله العلم. واضح، واضح، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا عبد الحق. سعود لضيفي، لكن قبل ذلك نشوف استطلاعنا على فيسبوك إلى أين وصلت النتائج. النتائج تجاوزت 350 صوت حتى الآن. 98% من هذه الأصوات يقولون بأن تزكيات المداخل الأخيرة لا تكفي ليكونوا من العلماء، وهناك 2% من الأصوات تقول بأنها تجعلهم، نعم، تجعلهم من أهل العلم. شيخنا، قبل ذلك كيف تعلق على ما استمعت إليه في الاتصالات وأيضا النتائج، نتائج الاستطلاع اللي منشور على صفحتي على فيسبوك حول سؤال الحلقة؟ الحقيقة الأمر واضح جدا، والله سبحان الله يستغرب الإنسان من عمل بصيرة. إذا قيل لشخص عاقل له أدنى مسكة من عقل ستذهب وتعالج عن مرض معين، هل سيذهب إلى شخص تمكن في الطب ودرسه على أهله وأخذه رويدا رويدا حتى صار يشار إليه فيه، أو إنه سيأخذ من شخص جالس بجانبه ويعني لا يعلم شيئا عن الطب وقال له افعل كذا وكذا؟ لو أن شخصا أراد أن يبني بناء جميلا، بيتا واسعا ذا طوابق متعددة ومناظر جميلة، سيذهب إلى مهندس متمكن يشار إليه ويسأل قبل ذلك من أمهر الناس في هذا الأمر، فيدل على شخص معين فيذهب إليه ليأخذ منه خارطة لهذا المنزل. كيف لا يصنع ذات الأمر مع شريعة الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، شخص كان في الخمور والمخدرات أو كان شخصا يعني لا علاقة له بعلوم الشريعة وإن كان غير منهمك في هذه القاذورات، ثم تدين هذا الشخص ورجع إلى الله، وهذا شيء مفرح جدا أن يرجع الإنسان إلى الله، والتزم بالهدي النبوي الظاهر فأرخى لحيته ورفع ثوبه مثلا، ويعني التزم الصلاة في المسجد، هذا شيء يسر القلب. لكن لا، ليس معنى ذلك أن هذا الشخص سيصبح مفتيا، هذا لا ينبغي. الآن أنت إذا أردت أن تستفتي في دينك ينبغي لك أن تذهب إلى شخص ثنى ركبته عند العلماء وجلس للتعلم سنوات وسنوات وبذل وقته للعلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ كيف يعني الإمام الشافعي سهر الليل وعكف على الكتب وأنت تبيت الليل نائما ثم بعد ذلك تبغي أن تلحق الإمام الشافعي في علمه؟ هذا لا يعني لا يقبل، لا يقبله عقل. مثلا إذا ما ضربنا مثلا بأبرز علماء ليبيا، الشيخ المفتي حفظه الله، الشيخ صادق، الشيخنا العلامة حمزة أبو فارس، شيخنا عمر مولود، شيخنا سامي الساعدي، شيخنا محمد بوعجيل، هؤلاء المشايخ العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، الشيخ محمد الفتوري الطشاني رحمه الله الذي توفي، الشيخ فاتح زقلام، الشيخ علي جوان، هؤلاء العلماء الأفذاذ بذلوا أوقاتهم للعلم، بذلوا أوقاتهم، سهروا الليالي، حققوا ودققوا ودرسوا ودرسوا. هؤلاء العلماء عندما يعني تخرج إلى خارج البلد في ليبيا يقال لك: هل تعرف العالم الفلاني؟ هل تعرف الشيخ الفلاني؟ فترفع رأسك شامخا مسرورا بهؤلاء الناس الذين ترفع بهم رأسك في خارج البلد، ثم تأتي بعد ذلك إلى داخل البلد لتجد أفضل الناس
يعني من هو أحسن الناس حالا لا يعلم عن هؤلاء العلماء شيئا، بل وتجد بعضهم يسبه ويتكلم فيه، وللأسف انتشر في مواقع التواصل السباب والشتم والقدح. نعم. والذي يسب ويقدح ويشتم لا يستطيع أن يكتب كلمتين بصورة صحيحة. أنت يا أخي لم تتعلم الإملاء ولا القواعد اللي هي بداية التعلم، هذه صف أول نقول إحنا في باب العلم الشرعي، لم تتقنها وتتكلم في علماء يشار إليهم بالبنان خارج البلد. مدونة الشيخ المفتي تدرس في جامعات في خارج البلد، الشيخ المفتي الشيخ حمزة أعضاء في المجامع الفقهية وفي الهيئات العلمائية خارج البلد، ثم بعد ذلك نحن نأتي لشخص ليس له من المؤهلات إلا تقعر الصوت. يعني هل سبحان الله من أراد أن يشار له بالعلم أو أن يكون عالما هل لابد أن يقلد صوت الشيخ مقبل ولا الشيخ يعني ابن عثيمين ولا رحمه الله أو أي من المشايخ؟ هل رأيتم مثلا شخصا من طلبة العلم في ليبيا من طلبة الشيخ المفتي ولا الشيخ حمزة، هل رأيتم طالبا يقلده في صوته؟ لكن سبحان الله ذاك ويقولون أنتم تتعصبون لمشايخكم، ولكننا يعني نأخذ منهم العلم ونحترمهم ونعرف قدرهم كما أمرنا الله جل وعلا، ونرجع إليهم في النوازل وفي كبرى المسائل، وهم يقلدون أصوات المشايخ، وهذا الحقيقة هذا شيء معين. نعم نعم شيخ، لا علاقة له بالعلم، العلم ليس سعوديا، لابد أن تخنش الصوت وتقلقل السين. نعم. ويعني تسمي نفسك أبو فلان، هذا هل هذا هو معايير العلم الشرعي لتفتي وتؤلف وتدرس؟ نعم، معذرة على المقاطعة شيخنا، أعود بك لموضوعنا وهو ما نشر مؤخرا عندما شنت هذه الحملة مؤخرا على دار الإفتاء الليبية وعلى علماء البلد. محبو علماء ليبيا ومحبو دار الإفتاء أخذوا ينشرون السير الذاتية لعلماء البلاد وما حققوه ومؤلفاتهم وعدد هذه المؤلفات وانتشارها إلى غير ذلك. في المقابل نشر بعض مشايخ السلفية بين ظفرين أو مشايخ المداخلة في ليبيا أوراق أو وثائق على أنها تزكيات من مشايخ من السعودية ومن شبه الجزيرة العربية. وأنا أقرأ لك أحد أو إحدى هذه الوثائق، إحدى هذه الوثائق نشرت عن أحد مشايخ المداخلة. هذه الوثيقة موقعة أو مختومة باسم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، يقول بأن الأخ فلان من طلبة العلم عندنا بدماج، وهو من ذوي الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هذه التزكية وغيرها ما قيمتها؟ وهل تجعل من هذا الشيخ المدخلي كفؤا لعلماء ليبيا أقصد العلماء الموجودين الآن في مجلس البحوث في دار الإفتاء؟ الحقيقة كما ذكرت في المقدمة هذه لا تعدو أن تكون شهادة حسن سيرة وسلوك، هذه تأخذها من مختار المحلة، ما فيش داعي تمشي إلى اليمن أو إلى السعودية لتأخذ شهادة مثل هذه الشهادة، هذه شهادة حسن سيرة وسلوك. ولتعلم أنهم يكيلون بمكيالين، الشيخ أبو عبيدة الزاوي الشيخ شعبان هدية حفظه الله عند شهادة من الشيخ مقبل ليست كهذه، بل يقول عن الشيخ شعبان العالم التقي والزاهد الورع الفقيه الأصولي، ويثني عليه ثناء عاطرا في مقدمة كتابه في كيفية الهوي إلى السجود. وهم يبدعون الشيخ شعبان هدية ولا يعترفون به مع قوة هذه التزكية أمام شهادة حسن السيرة والسلوك التي أخذها ذلك المجهول النكرة. لكن سبحان الله هم يكيلون بمكيالين كما ذكرت، ونحن نعلم أن هذه التزكيات من يعني المشايخ الذين يشيرون إليهم الآن والذين نسميهم بالمداخلة، وعلى فكرة تسميتهم بالمداخلة ليس في ذلك سبة كما يروجون ويقولوا أهل البدع يسمون مداخلة. نعم يسمون مداخلة لأنهم ينتمون إلى ربيع المدخل ولا يخالفونه ولا يخرجون عن أقواله، ويجعلون الأمر له يعني في كل شؤون الدين، يجعلون الأمر له في حتى في التزكيات، في الجرح، في التعديل، في الرجوع، في معيار من يؤخذ عنه العلم. فلذلك لماذا
يعني يأنفون من هذه التسمية ثم يسمون مخالفيهم بالقطبيين والسروريين وتجد يعني يعني باعث هذه التسمية مجرد يعني موافقة بعض آراء أولئك الأشخاص الذين نسبوا إليهم هذه الطوائف. فهؤلاء المداخل الذين نسميهم، نحن نعلم ما معيار التزكية التي يتحصلون عليها من ربيع المدخلي أو من هذا التنظيم الاستخباراتي من أي شيخ من شيوخه، لأن هذا التنظيم الاستخباراتي الذي رأسه ربيع المدخلي عنده في كل مكان وكيل يعطي التزكية، ولا تؤخذ التزكية من غيره ولو كان أعلم منه. الناس يعلمون أنه ليس يعني مشهورا في العلم، وهناك من أشهر، لكن ما دام زكاه شيخهم وإلههم وزعيم التنظيم لا يخرج عن هذه التزكية. ما معيار هذه التزكية؟ معيار هذه التزكية هو الانقياد لربيع المدخلي فيما يقول حرفا حرفا، من بدعه يبدعه، ومن زكاه يزكيه، ومن قال اتبعوه يتبع، ومن قال لا تتبعوه لا يتبع. وإذا أخطأ في يعني تقدير موقف معين بناء على اجتهاد وقال فلان مزكى أو فلان مبتدع وخالف قوله قول شيخه ربيع، بعد ذلك لابد أن يتوب، يذهب إلى ربيع المدخلي ويتوب عنده ويعلن الاستتابة، ثم بعد ذلك يصدر له صك الغفران لتستمر هذه التزكية. فبالتالي هذه التزكية لا قيمة لها، نحن نعدها تزكية مخابراتية ولا علاقة لها بالعلم الشرعي. واضح جدا شيخنا، بارك الله فيك. ابقى معي سعود إليك، ناخذ مجموعة أخرى من المتصلين نستمع لآرائهم حول هذا الموضوع. أم محمد من جدابية، السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا أم محمد، لو تسمعيني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أحكي لك باختصار، طولتنا على الخط قريب بعشر دقائق. معذرة على الإطالة. البداية نحييكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ودار الإفتاء الليبية إن شاء الله يا ربي كسرها وهي طيبة. معلش في ملاحظة على السريع إني طولت على الخط يا أستاذ محمد. نعم. بالنسبة لمحكمة الزبدة مش علت، نص الزبدة صامت اليوم هذاك، في نصهم قايمين، ما حدش يكذب عليك. والله نفسهم صايمين، يعني مش كلهم فطروا، هم كدعاية ان المنطقة الشرقية كلها فطرت، لكن انا كلام اقول لك في ناس ثلاث درجة عنه عيدوا. نعم. يعني مش كلهم، مش كلهم. واضح يا ام محمد. مش كلهم احتدوا بموضوع الاوقاف اللي عندنا في الشارق هنا. نعم. واضح يا أم محمد. طيب شكرا لكم محمد. وربي إن شاء الله يطول عمره الشيخ صادق الغلياني ونحييه، وإن شاء الله السنة هو طيب، ربي يحفظ لنا يا رب. بارك الله فيك، بارك الله فيك أم محمد، ومعذرة مرة أخرى على الإطالة. أسامة من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أسامة. حياكم الله. حياكم الله. حيا الله. حيا الله قضية الشيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. الحمد لله من الصلاة ينفع في بلاد العباد ومشايخنا وعلمائنا في دار الإفتاء خاصة يعني. نعم. يا أخو محمد. نعم. تسمع فيه أخو محمد. أخو محمد تسمع فيها. نعم أسامة تفضل، ما رأيك حول سؤال الحلقة، ما قيمة التزكيات التي نشرها مشايخ المداخل مؤخرا؟ والله يا أخو محمد ما رأى إلا هوى وكبر ونزغ والعياذ بالله من الشيطان، يعني اذا كان الانسان من بلافه من الشيطان ومن نفسه ومن الهوى عليه لازم الثلاثه غاصوا بهم. يا اخوي محمد، يا اخوي محمد اعطيك، انا عندي قصه احكي لك في اقل من 30 ثانيه. نعم. اثنين من مشايخنا الكرام في دار الافتاء كان في خطبه في منطقه في الجبل وخطبه في منطقه في جهه وادي الربيع، ما فيش اسمي مسميات المشايخ. نعم. فكان الناس تثني على المشايخ وعلى العلم وال الخطبة من غير ورقة، الورقة الصوت فيه صدر هذا صوت محمد. نعم. الخطبة كلها كانت ذهنية من حال واقع البلد، فشهدت الناس عقد الصلاة، شهدت الناس على هؤلاء العلماء والمشايخ، ولما يسمعوا يا أخوي محمد إن هم من دار الإفتاء أو من طلبة الشيخ الصادق أو من كذا حفظه الله ورعاه ونفع الله به وبعلمه، فهي تجي يا أخوي محمد النكرة منهم والعياذ بالله. هم يا شيخ محمد نقول لك كل المداخل عسكريين هم، لان الشيخ بارك الله فيه في 2011 كانت البصمه وكانت الكلمه عندما كانت تو في العيد، هو ان الشيخ قال كلمه الحق ان صيام صيام ما فيش مجامله، فنسال الله يخطبك. واضح، شكرا شكرا اسامه، بارك الله بارك الله فيك اسامه من طرابلس، شكرا لك. محمد من تجوره، السلام عليكم.
اسمعني من الهاتف يا محمد. محمد طيب شكرا لك يا محمد. عادل من طرابلس السلام عليكم. السلام بي. نعم يا عادل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الحمد لله بارك الله فيك يا أخوي محمد. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تفضل يا عادل. الحلقة يا أخوي محمد. التزكيات اللي نشرها المداخلة مؤخرا هل ترقى لمستوى شهادات وعلم علماء ليبيا؟ من أي ناحية ترقى لعلماء؟ هم أصل هم مجرمين يا أخوي محمد. السؤال سمحني أخوي محمد. تزكي أما تزكي هم جهاد متريص عليه العباني مجرم. لا فقيه لا محضر الدكتوراه ساهم في قتل الليبيين. قال سمونا كلاب النار سمونا خوارج. من أي ناحية هم غريب هم صنفهم مجرمين. اسم الحقيقي مجرمين. الدين براءة منهم راه. مسمي مداخل هذا مسمي مداخل هذا جهاز استخبارات سموه مداخل بالنسبة لربيع المدخلي لكن باقي العيلة حسب ما نعرف الإعلام واحد وحسب ما قرينا في شنو إنهم عائلة من أصل متقفة طلع منهم ربيع المدخلي هذا يبقى جهاز استخبارات السعودية بن سلمان. فهمت أخوي محمد معليش في حاجة ثانية بالنسبة لهادم اللي كان يطرقوا علينا إحني أنا الأول كان يقولوا لي يا خارجي باي ويقولون يا خوارج وكلاب النار في الدولة متعمقين في الأوقاف شادين هم المساجد شادين هم كل شيء نبو زي البث الكريم ربي يحفظ يدور اجتماع ويشوف هو عنده النسبة طلعت وين طالع النسبة يطول فتوى شرعية بأن الناس أعمار مفروض هيك لأن علمانا أمور للدار الإفتاء نعرفوهم في اللي نعرفوهم بالاستمرار في اللي نمشي عليه ونشوف أنا نعرفوهم أصل وفصل مفروض يقامزوا يجتمعوا ويعطوا فتوى للشعب الليبي لمحمد اللي ربي اللي شدناه العبالي اللي كان يقول لنا يا ما يا كلاب النار وسلط علينا هو والفريق بتاعه باش يقتلونا يعطونا فتوى فيهم يخلوا البشر الناس في ناس راه تموت طيب. من أجل الدين راه نعم. ما نموتش من أجل أي واضح يا عادل شكرا 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 يا عادل شكرا لك. إن شاء الله يعلق الشيخ على ما ذكرته. عبد المنعم من السويد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي محمد. أهلا وسهلا يا عبد المنعم تفضل. تحياتنا لك وللضيف ولمشايخ دار الإفتاء كلهم بارك الله فيك. أهلا وسهلا على رأسهم الشيخ الصادق حياكم الله. أخي محمد الموضوع من زاويتين بارك الله فيك أعطيني شوية وسعة بال. بس النقطة الأولى قبل برنامجك هدايا قسم بالله كنت نتفرج عليه مقطع في اليوتيوب نزله واحد من الشباب كان فيه واحد من المؤيدين ومن التابعين برا من البلاد هو مش عارف والله حتى اسمه مش جايبه لكن موجود المقطع كان يسأل فيه المذيع على التيار المدخلي قال له أنا زمان كنت من أكثر المتابعين ليه ونسمع في الفتاوي ومزكينه وكذا المهم الموضوع طويل عريض بعدين قال له بعاش بديت ناخذ منهم قال له لأن الكلام هذا قال له فيه أخذ ورد عليه الشيخ ربيع هذه النقطة الأولى حتى الأتباعه اللي من برا متبرين بعدين أنا بنقول لك على الأتباعه اللي من الدواخل اللي من البلد نفسها وأنا احتكيت حتى بهم هذا كيف ما قال الأخ اللي قبلي يطلعوك خارجي يطلعوك أنا مرة اصطدمت بهم والله قلت لهم والله لو طلعوني حتى من الهندوس ولا من السيخ ما متعبركم نهائيا هم أصلا والله العظيم اللي أنا نعرفهم كلهم قاطعين لرحمهم اللي عاملين رواحهم على السلف والسنة قاطعين رحمهم والله واحد نعرفهم قاطعين رحمهم يعني ما في لي ما عليهمش نقاش وبعدين والله الكويس منهم قاري ثالث إعدادي أعتقد باهي يعني لا علم ولا صلة رحم ولا تعرف زي الدواعش أنا نعتبرهم هذوما فئة من الدواعش ومن يعني خشوا على المنهج بطول بعرض لكن قامت العلماء من الشيخ صادق للشيخ حمزة أبو فارس لحرم هذا ما يستطيع يلحقوه مثل الدباب بس يظن ويطلع وما يأثر في شيء شكرا يا عبد لكن النقطة الأخيرة يا أخي محمد نقطة الأخيرة بارك الله فيك نعم ألو
نعم. النقطة الأخيرة، مفروض حكومة الدبيبة ما تقعدش. أنا سمعت واحد من البرامج اللي كانوا مدايرينها في التغطية خاصة، فيه نقطة قال عليها واحد من الضيوف بارك الله فيه، حكومة الدبيبة مفروض ما تقعدش زي ما تقول راخية الحبل مع جماعة سبتمبر ومع جماعة حفتر ومع المداخل. واضح دور الحكومة، واضح. شكرا شكرا يا عبد المنعم، شكرا لك، معذرة أنا على المقاطعة. عبد المنعم من السويد، شكرا لك. حياة من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أستاذ وكل عامين. حياكم الله، أهلا وسهلا. وفي الديار الليبية بإذن الله إن شاء الله ينعاد عليكم بصحة والعافية، نسأل الله أن يكتب لنا الله في من السعداء الفائزين بغنائم الشهر الفضيل يا ربي الكريم يا الله. اليوم على تزكية المداخل والله هذا من الظاهرين طبعا. هنا في مثل يقول إن كان الغراب سيد قوم، إن كان الغراب دليل، إن كان الغراب دليل قوم سيمر بهم على جهة في الاجتلاب. قصد إحنا نستنوا أن يمروا بكم على جهة في الاجتلاب، يعني يشيعون الباطل ويدفنون الحق، تتخذونهم دليل لكم وهم ليسوا على حق، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع حتى الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز. معقولة أنهم هم يطعنوا في العلماء الذين لهم سنين وسنين وهم يجاهدون ويناضلون من أجل كلمة الحق، وضاقوا حتى الوابلات السجون أنهم الله سبحانه وتعالى وأنقذهم منها. نجي أنا أنت في يوم بين عشية وضحاها تقول هادم وهادم وهادم، تطعن فيهم وكلام فاسق ولا يمد إلى الحق بصلة، وحتى أنت لما تطعن فيهم في الشكل متاعهم الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا تنابذوا بالألقاب. كيف أنتم توينا أنتم؟ نعم حياتي أمل أنتم بتعلموا بينا هي ضلالات تحبوا أنتم تنشروها تدفنوا دين الله سبحانه وتعالى. بس أنا كلمة واحدة للناس الذين يتبعونه، شنو هي حجتكم يوم غدا تقول هذا أطاعنا سادتنا وكبراؤنا؟ بس معلش نقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم لم يمت إلا وهو أتمم لنا ديننا. دور الحجة ما لو بارك الله فيكم. شكرا شكرا سيدة حياة، شكرا لك. إدريس من مصراتة، السلام عليكم. السلام عليكم يا إدريس. طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بإدريس وأعتذر منه على ذلك. أعود لضيفي، وقبل ذلك نذكر بالاستطلاع اللي موجود على صفحتي على فيسبوك الآن كما ترون على الشاشة. سنتابع النتائج ما وصل إليه هذا الاستطلاع. حوالي حتى الآن اللي صوته 373 صوت، 98% منهم لا تكفي ليكونوا من العلماء، يقولون بأن التزكيات التي نشرها المداخل لا تكفي بأن يكونوا من العلماء، و2% تقول بأنها تجعلهم من العلماء. أعود لشيخنا شيخ عبد الرحمن، إذا كان عندك تعليق على ما استمعت إليه من السادة المتصلين، وسؤالي عن سبب انتشار هذا الفكر أو هذا التيار رغم ضحالة العلم اللي حضرتك أشرت لها، وحتى سوء الأخلاق كما أشار عدد من المتصلين. نعم، في الحقيقة قبل أن أجيب أريد أن أعلق تعليقا على مسألة أن السلفية ونشر التزكيات، يجب أن نفرق بين من ينتمي إلى المنهج السلفي وبين من ينتمي إلى المنهج المدخلي. هو بعيد كل البعد عن منهج السلف ولا علاقة له بمنهج السلف. السلف كانوا أهل علم وعمل وجهاد، وهؤلاء أهل جهل وبغي وعناد، لا علاقة لعلماء السلف. حتى المشايخ الذين يتمسحون بهم، الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، ما أنا أتحدى هؤلاء أن يأتي شخص منهم بعبارة فيها بذاءة اللسان للشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين رحمهما الله. قرأت كثيرا من كتبهما وسمعت كثيرا من أشريطتهما وخالطت كثيرا من طلبتهما
لم أسمع يعني بذاءة في اللسان أو رد على، بل إن حصل خلاف بين الشيخ محمد علوي المالكي والشيخ بن باز رحمه الله، فرأيت ردا للشيخ بن باز يقول من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الشيخ المكرم محمد بن علوي المالكي، وكان منهج الشيخ بن باز رحمه الله أنه يرد على من يرى أنه خطأ ثم يمتنع ولا يمتهن منهجية الردود وتكرارها وإعادتها، وكأنه وصي على ذلك الشخص، هو يخبر بما يراه صوابا بغض النظر عن الاختلاف المنهجي. اختلاف المنهج سواء كان يسموه المنهج السلفي أو المذهبي الذي يتبع مذهبا معينا بغض النظر عن يعني الخلاف بينهما، هذا محله يعني مجالس الدرس الخلاف، لكن هؤلاء المشايخ، وأضرب لك مثالا، الشيخ بن باز رحمه الله كان يدعو لأهل سوريا، لأهل حماة الذين خرجوا ضد حافظ الأسد في حماة، لأن حافظ الأسد نصيري علوي وهؤلاء مسلمون صالحون، رغم أنه لم يكن مشجعا لهم على الخروج لأنه يعلم أن هؤلاء القلة الصالحة ستذهب. الشيخ الألباني رحمه الله ذهبوا إليه في الأردن وأخبروه بأنهم سيخرجون على حافظ الأسد ونصحهم بعدم الخروج وأن المخابرات ستعلم بذلك، لكن عندما خرجوا كان يدعو لهم بالنصر والثبات. هذا الفرق بين العلم والصدق والعمل والجهاد وبين هؤلاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف والسلف ومنهم براء. هؤلاء الآن يقولون هؤلاء خوارج على أهل حماس الذين يقاتلون العدو الصهيوني الغاصب، يقولوا عليهم يعني إخوان وخوارج معليشي. شوفوا العدل عندما يكون الشخص ذا علم وبصيرة وتقوى وجهاد ويراقب الله في أقواله، انظروا مع خلافه معهم في قضية هل نخرج أو لا، لكنه يدعو لهم، والآن خلاص خرجوا، فالواجب على المسلم أن يدعو لأقرب الفريقين إلى الحق. نعم. لكن هؤلاء الظلمة يناصرون الظالمين ويناصرون الطغاة، والآن ما فتوى يعني ربيع المدخلي في يعني بوجوب مناصرة حفتر عنا ببعيد، لكن للأسف هؤلاء تجد عندهم ازدواجية في المعايير، سواء من يتصدرون ويدعون أنهم من المشايخ من هذه الفرقة أو أتباعهم. الآن الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله، الشيخ المفتي، يتكلم ضد المجرم حفتر الباغي الذي اعتدى ويقول بوجوب قتاله وأنه مجرم ظالم باغ، يقول هذا شيخ يحرض على الفتنة ويدعو إلى سفك الدماء والقتال. باهي صوتية ربيع المدخلي الذي يقول أقول للشباب السلفيين انضموا تحت راية حفتر وقاتلوا معه، هذه لماذا لا تقولون ربيع المدخلي يحرض على الدماء؟ ما الفرق بين فتوى الشيخ الصادق بوجوب القتال وفتوى ربيع المدخلي بوجوب القتال؟ ما الفرق؟ كان بتقوله الشيخ المفتي يدعو إلى سفك الدماء، إذن شيخكم ربيع أيضا يدعو إلى سفك الدماء، لكن شيخنا يدعو إلى سفك الدماء بالحق وهو وجوب رد العدوان الصائل، وشيخكم يعني يفتي بسفك الدماء في الباطل. ولذلك عندما ذهب له يعني أمين الأوقاف مستجديا فتوى يعني باش يقول له على القتال بعد شهرين طبعا نايمين ما يندروش شن صاير، كان الحرب والصواريخ تسقط علينا في طرابلس وهم يخطبون الجمعة على بر الوالدين وعلى يعني مواضيع لا علاقة لها بواجب الوقت الذي هو يعني دفع الصائل، كان ينبغي أن يعني تعج المساجد كلها بخطب بوجوب دفع الصائل حتى يعني يقل الضرر ويعني ينقص الفساد والخراب. لو هب الناس هب منذ البداية لانتهى العدوان في أيام قليلة، ولما تهدمت البيوت ويتم الأطفال ورملت النساء، لكن هؤلاء لهم ازدواجية في المعايير يخفون هذه الفتوى، وذهب إلى شيخ ربيع يستجديه ليخرج له فتوى، فخرج منه وظفر منه بكلمة لا أدري، وفرح بها فرحا شديدا وعاد وقال إذن هو لا يقول بقتال مع حفتر، صوتيته موجودة ويدعو إلى القتال مع حفتر، لكن هؤلاء لهم ازدواجية في المعايير. ربيع المدخلي سئل عن القتال في الشام، ويعني المعلوم أن بشار الأسد من الطائفة النصيرية وهي أعتى فرق الشيعة، فقال لا هو قتال فتنة، ولما سئل عن القتال يعني ضد الشيعة في اليمن قال واجب يجب القتال ضد هؤلاء. لماذا؟ هل لأن لها حدودا مع المملكة ولأن المملكة يعني تريد هذا الأمر لأنها أوعزت له بهذا الرأي؟ سبحان الله، يعني أين عقول هؤلاء؟ ازدواجيتهم في المعايير. ربيع المدخلي يتكلم ويقول فالح الحربي من المشايخ المعروفين في المنهج وهو مزكى وهو كذا، ثم يخرج بعد أسبوعين ليقول أنا أشم فيه رائحة الحدادية من سنين.
فيذهب هؤلاء الحمقى ويحرقون أشرطة فالح الحربي، ويعني يجروا يسلمون عقولهم إلى الشيخ ربيع ليدفعهم حيثما شاء. وبالتالي ما سبب يعني انتشار أبناء الأمة بأنهم متفرقون ومنقسمون رغم الضحالة العلمية ورغم سوء الأدب وسوء الأخلاق لدى كثير منهم، ورغم أيضا الحجج اللي سقتها حضرتك يعني في إثبات يعني ما يقوم به هذا التيار، وأن هذا التيار يخرج من الغرف المظلمة، غرف المخابرات. ما سبب انتشارهم بين الناس وما خطورتهم؟ هناك كذلك أسباب، هناك أسباب كثيرة لعلي أجمل بعضها. السبب الأول هو الجهل، كل بيئة جهل ينمو فيها هذا الفكر، لأن الأمر بسيط، تستطيع أن تكون عالما بأن يعني تخنش الصوت وتسمي نفسك أبا فلان، ويعني تقلد شيخا معينا بالصوت، وتسب دار الإفتاء والثورة والثوار، ويعني تسميهم خوارج. خلاص أنت الآن أصبحت عالما وتستطيع أن تستمر في فاكهة المجلس التي كنت عليها، وهي الغيبة في قالب ديانة، اطلعها في قالب دين بحجة يعني التحذير من المبتدعة. فهذا يعني فكر تهواه النفس، لأنه يسهل المعصية. بل بعضهم سمعته يقول لا بأس بالمعاصي ما دام عقيدة الشخص سليمة ومنهجه سليما، إذا كانت عقيدته سليمة ومنهجه سليما لا بأس بالمعاصي، فالعاصي أفضل من أولئك الصالحين العلماء لأنهم مبتدعة في نظره. فهذا الفكر ينتشر في بيئة الجهل أولا، ثم بعد ذلك من أسباب انتشاره أيضا ضعف التعليم الديني عندنا، لأن الأصل الأساس كان التعليم الديني يعني ملغى في عهد القذافي، فحصلت فجوة في العلماء. يعني الآن عندنا جيل 70 و80 عمرهم يعني إلى 60 مثلا، ثم بعد ذلك ما عادش عندنا من غطى هذا يعني الجيل اللي هو فجوة 15 أو 20 سنة، حتى بعد ذلك تيسرت الأمور وفتحت بعض الشيء. الفجوة هذا والفراغ الديني جعلت بعض الناس يتجه إلى الخارج ليتلقى فكره، بالإضافة إلى أن من يتعلم شيئا يسيرا يعده بعض هؤلاء بالمناصب وبالأموال وبالتزكية، ويعني تحصل له شهوة بكثرة الأتباع. الآن أقول لكثير من هؤلاء، ماذا يعني يخسر الشيخ الصادق المفتي لو أنه أراد أن يكون له أتباع، وأن لا ينال من عرضه، وأن يعني تصبح علاقته مع الحكومات كلها جيدة وعلى ما يرام؟ كان يسعه السكوت فقط وليس المجاملة، كان يستطيع أن يسكت كما سكتت كثير من دور الإفتاء التي نراها في البلدان المجاورة، لا علاقة لها بما يحصل من أمور سياسية وأمور عامة من الشأن العام، ويفتون في الصلاة والزكاة فقط. كان يستطيع أن يفعل ذلك وسيصبح محل تقدير وعناية واحترام من رؤوس الدولة ومن عامة الناس، لكن هذا ليس سبيل أهل الحق. سبيل أهل الحق لا ينظرون إلى كثرة الجموع، ولا ينظرون إلى كثرة الأتباع، ولا ينظرون إلى استواء علاقتهم مع الحكومات والمسؤولين، بل ينظرون إلى الحق الذي سيلقون الله عز وجل به، لأنهم يعلمون قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هؤلاء ضحوا بعرضهم وضحوا بمكانتهم، يعني يستطيع أن تفرش له البسط الحمراء لو سكت، لكنه أصر على قول الحق ودفع ضريبة ذلك. هل يعقل أنه فعل كل هذا لأجل يعني هوى أو لأجل كذا؟ كان يستطيع أن الآن المداخل يريدون تكثير الجموع، فيتمسح بالشيخ ربيع أو غيره من المشايخ، بل بعضهم أعرفه ذهب إلى من يسمونه بشيخهم رسلان، وجلس عنده ليحصل يعني من التزكية، ليحصل منه على تزكية، ثم يرجع إلى ليبيا ليرفع رأسه بهذه التزكية، ثم يقلد صوته وحركاته لعله أن ينال مقاما بين هؤلاء. هذا أيضا من سبب انتشار هذا الفكر، بالإضافة إلى أنه حصل يعني تمازج بين أتباع أو أنصار نظام القذافي اللي نقوله إحنا الخضر أو جماعة وجماعة الكرامة، وهؤلاء الجماعة توافقوا لأنهم يناصرون الطواغيت
الآن أنا أعرف كثيرا من يعني الأزلام الفكر الجماهيري واللجان الثورية الآن أصبحوا أصحاب لحى وإزارة. علاش؟ لأن القوة في الفكر هذا يعني تمجيد، القوة فيه تمجيدا للطواغيت وتثبيتا لأحكامهم، فوافق هوى في قلوبهم، وهذا أيضا من أسباب انتشاره. واضح شيخنا. أيضا من أسباب رعاية المخابرات الأجنبية له، لأنه فكر يهدم الأمة ويمزق بين أبنائها. واضح شيخنا، الموضوع حقيقة يطول الحديث فيه ويحتاج إلى أكثر من ساعة، دهمنا وقت هذه الحلقة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن قدوع عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، كنت معي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس، أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وحضورك معنا في هذه الحلقة. قبل أن أختم الحلقة أذكر مرة أخرى باستطلاع الرأي الذي نشرناه على صفحتي على فيسبوك حول هذا الموضوع، وسألناكم التزكيات التي نشرها المداخل في ليبيا مؤخرا هل تكفي لاعتبارهم من أهل العلم أم لا؟ كانت الإجابات كما ترونها تقريبا 390 صوت الآن، 390 صوت في 98% من هذه الأصوات تقول بأن هذه التزكيات لا تكفي ليكونوا من العلماء، وفي 2% من هذه الأصوات تقول بأن هذه التزكيات نعم تجعلهم من أهل العلم. استمعنا لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن قدوع والذي قال بأن لا الشهادات ولا التزكيات تكفي لتكون معياراً لوصف الشخص بأنه من أهل العلم أم لا. أشكركم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة، حفظ الله ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.